تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح امير دولة الكويت الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لعاهل البلاد المفدى على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة الذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال ترأسه وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في مملكة البحرين كما أعرب سموه عن بالغ سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الأخوي المبارك الذي جمع سموه وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا سموه بما تميزت به اداره جلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لاعمال هذه الدوره من حكمه واقتدار كان لها الاثر الكبير فيما حققته من نجاح وما توصلت اليه من قرارات بناءه ستعزز باذن الله تعالى مسيره عملنا الخليجي المشترك. كما اشاد سمو امير دولة الكويت في برقيته باستضافة مملكه البحرين الشقيقه لقمة قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مع معالي السيده ريزامي دوله رئيسه وزراء المملكه المتحده الصديقه والتي مثلت فرصه سانحه للتباحث والتشاور وتبادل الراي حول مختلف الامور والقضايا التي تشكل اهتماما مشتركا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الصديقة خاصة في ظل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتسارع الأحداث الجارية سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالة عاهل البلاد المفدى موفور الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة